الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من علمنا التضحية والفداء، على من علمنا التحمل والصبر في سبيل الله، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأرحب بكم أعزائي الحضور في هذه الأمسية الطيبة التي تصادف 17 من أكتوبر عيد المجاهد. وبهذه المناسبة نسلط الضوء على أحد من أبرز المجاهدين، ألا وهو المجاهد الراحل علي محروق. ولد المجاهد علي محروق في 25 أفريل 1932 بعين جراج سطيف. تعلم في مدارس بني ورثينان المعروفة بعلمائها قبل أن يهاجر إلى فرنسا سنة 1953 ميلادي، كما أفادت شهادة أخيه المرحوم الحاج شريف ورفيق النضال أثرون محمد أنه انخرط في جبهة التحرير منذ سنة 1955. كان في البداية مسؤولاً عن جمع الاشتراكات من المهاجرين لصالح القضية الوطنية، ولكن في سنة 1959 أصبح فدائياً بل قائد فرقة إلى أن تم القبض عليه، وقد تم اعتقاله أكثر من 3 سنوات ما بين سنة 1959 و1961. وفي 17 سبتمبر 1961 يقول عن الساعة 10 تم اعتقاله في المحافظة رقم 15 بباريس مع بعض من أصدقائه المتواجدين معه بغرفته، أين عثرت الشرطة على أسلحة حربية مثل مسدس وقنابل يدوية، كما وجدوا هناك فدائيا مجروحا من عناصر الفرقة التي يترأسها علي محروق. وقد حاول الفدائي علي محروق الهروب من قبضة الشرطة، فألقى بنفسه من الطابق الثاني محاولة الهرب، ولكن أصيب بكسور إثر سقوطه وأعيد اعتقاله. وفي يوم 18 أكتوبر 1961 تم ترحيله هو ورفيقه إلى الجزائر، حيث لم تستطع الشرطة إثبات التهمة عليه لأن رفقائه لم يعترفوا أمام الشرطة بأنه المسؤول، وظلوا في محتجة قصر الطير مدة شهر، ثم نقلوا بعد ذلك إلى سجن بني حافظ بابن ورتيلان، ثم سرحوا ولكن كانوا تحت الرقابة لمنعهم من أي نشاط. في 10 من ديسمبر 1961 للحفاظ على حياته استدعي للالتحاق بإخوانه ككاتب المنطقة، ولكنه قرر البقاء في القرية بسبب إصابته التي ذكرناها سابقا، وجعل رفيقه محمد ثرون همزة وصل بينه وبين المجاهدين. وفي 28 مارس 1962 أخبر رئيس البلدية علي محروق ورفقائه بعدم المبيت ببيوتهم لأن هناك نية من بعض الأطراف بتصفيتهم، فخرجوا ليلا متسللين. يشير أنه عندما قام ترحيلهم من فرنسا إلى الجزائر حضرت الصحافة في مارسيليا وأجرت معهم استجواب حول بعض الأحداث التي وقعت بباريس، ونشرت صورتهم التي يترأسها علي محروق في الجريدة. بعد الاستقلال عاد إلى قريته وزاول التعليم بابن يعلى، ثم بالأربعاء والمفتاح بولاية البليدة، ثم بسباعات برويبة، ثم استقر بعنطايا حتى خرج إلى التقاعد سنة 1990 ميلادي. وكان أثناء استقراره بعنطايا منخرطا بجبهة التحرير الوطني، ونبغل في صفوفه بكل إخلاص إلا أن وافته المنية بعد مرض استعصى علاجه رحمة الله عليه، ورحم الله كل مخلص لوطنه ولدينه. تحل علينا هذه الذكرى ولا يكفينا يوم واحد بل كل أيام السنة، لأنها تأخذنا إلى ما قام به الشهداء والمجاهدين من بطولات لتحرير الوطن، فإننا اليوم بكل فخر واعتزاز ننحني إجلالا أمام أرواح المجاهدين الراحلين والشهداء الطاهرة الزكية صناع مجد الجزائر المستقلة، وعلينا مواصلة الدرب للدفاع عن رسالة الشهداء من أجل أن تحيا الجزائر.